السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا عن مقصوصة الصولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل وردة بالخرز، وهنتعلم إزاي نعمل البطرون وإزاي ننفذه مع بعض، وإزاي كمان إن إحنا ننفذه على الورق وكمان التطبيق. هنا رسمنا التطبيق على الورق عشان توضح معاكم الخطوات بالظبط. أول حاجة بنبدأ إن إحنا ندخل 5 خرزات، الخرزة التانية منهم بيكون لون مختلف وده بيكون منتصف الوردة. بعد كده نبدأ ان احنا ندخل الخيط في الخرزة الاولى، وبعد كده نبدأ ان احنا ندخل خرزتين ونبدأ ان احنا ندخل في اول خرزة بعد مركز الوردة. يلا بينا ننتقل على التطبيق العملي عشان نوضح مع بعض الخطوات بالظبط. اول حاجة نبدأ ان احنا نجيب خيط بلاستيك بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نجيب الخرز على حسب اللون اللي تحبيه. طبعا مركز الوردة اللي هي بيكون خرزة واحدة بتكون لون مختلف عن الخرزة. هنا بدأت ان انا ادخل الخرز، دخلت واحدة اصفر، بعد كده واحدة بني، بعد كده 3 اصفر، بعد كده بالخيط البلاستيك ونبدأ ان احنا ندخل في اول خرزة جبناها او دخلناها في الخيط، وهي الخرزة الصفراء الاولى، ونبدأ ان احنا ندخل خرزتين لونهم اصفر تانيين بالشكل ده. ومن اخر خرزة جنب المركز ببدأ ان انا احط جواها بالشكل ده. اول خرزة هتقابلك جنب المركز بتبدأ ان تدخلي فيها الخيط البلاستيك، بعد كده بتشديه زي ما انت شايفين كده. ممكن تكملي بيه العقد او الاسورة بالشكل ده وخلاص، لكن انا حبيت ان انا اكد على الوردة بحيث ان هي متفكش ويبقى شكلها منسق اكتر. بدأت ان انا اعمل عقدة في الوردة بالشكل ده في جانبين الوردة، وبكده تكون الوردة ثابتة معايا وجاهزة ان احنا نعمل بيها عقد او اسورة او خاتم بالشكل اللي تحبي. تعالي نشوف بقى لو هنعمل منها خاتم هننفذه ازاي. بدأت ان انا اجيب لون بني زي لون مركز الوردة، وبدأت ان ادخله في جانبين الخيط بالشكل ده. بتدخل الخرز على حسب مقاس الصابع، وبعد كده بنبدأ ان احنا نعقده عقدة بسيطة جدا بالشكل ده. نبدأ ان احنا ندخل الخيط البلاستيك في جانب الوردة، ونبدأ ان احنا نعمل عقدة بالشكل ده، ندخله تاني، ندخل خيط تاني برضه في نفس الجانب، ونبدأ ان احنا ندخل طرف الخيط في الدايرة اللي احنا عملناها ونشد الخيط. كمان ممكن انتي تدخلي الخرز في جانبين الخيط البلاستيك من جانبين الوردة وتبدأ ان انتي تعقديه في المنتصف. نبدأ ان احنا نشد الخيط كويس جدا. وكمان زيادة تأكيد ده ان انتي تحاولي ان انتي تربطي ربطة كمان، وبالمقص تبدأ ان انتي تقصي زوايد الخيط. وبكده نكون النهاردة اتعلمنا ازاي نعمل وردة بالخرز. مطلوبة جدا شغل الوردة دي على الجروبات وفي كل مكان ازاي نعمل وردة، فحبيت ان انا اوضحها لكم في الفيديو ده. ان شاء الله تكون وضحت معاكم الطريقة، ومستنية اشوف شغلكم في هاشتاج اطلع للنور وهاشتاج السرول على الانستجرام وكمان الفيسبوك.